صراط مستقيم صراط فين آخر سورة السابعة سورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وبعد فقد وصلنا إلى آخر أصل من أصول الكفر حيث ذكر العلامة الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين ونفعنا بعلوم الشارح الإمام الشيخ السرقسطي رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه في المتن والجهل بالقواعد العقلية يعني والأصل السابع من أصول الكفر الجهل يعني عدم العلم بالقواعد وعندما فسر الجهل بقوله عدم يبقى إذن يريد إيه ماذا يريد قال الجهل يعني عدم إذن ماذا يريد بالجهل البسيط أو المركب يريد البسيط لأنه لو أراد المركب يعني الجهل المركب ليس عدميا وإنما العدم هو إيه؟ هو الجهل البسيط، الجهل البسيط هو إيه؟ العدم، لأنه جهل واحد، أما المركب فإنه قد تركب من جهلين. والسابع من أصول الكفر الجهل يعني عدم العلم بالقواعد جمع قاعدة وهي قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها هذا هو تفسير أو معنى ليه أو معنى القاعدة القاعدة هي إيه هي قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها أو تعرف منها أحكام جزئية إذن فلو سئلت عن تعريف القاعدة قضية يعني كل قضية كلية تعرف منها الأحكام الجزئية فهذه تسمى إيه؟ قاعدة مثل إيه القاعدة الله تعالى موجود وكل موجود قضية كلية وكل موجود يصح إيه؟ أن يرى فالله تعالى يصح إيه؟ أن يرى معنى إيه قضية كلية يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني قاعدة إذن فما هي القواعد هي القضايا الكلية التي إيه؟ تؤخذ أو تعرف منها أحكام جزئياتها واضح ولا مش واضح والسابع من أصول الكفر اقرأ يا سيدنا اتضح انه الاول كان احسن عشان في فراغ وفي بعد وفي انخفاض هذا احسن نعم تفضل قال الشيخ رحمه الله والسابع من اصول الكفر الجهل يعني عدم العلم بالقواعد جمع قاعده وهي قضية كلية تعرف منها تعريف القاعدة قضية كلية زي ايه كده كل كمال ثابت لله تعالى وهي قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها
يعني معنى تعرف منها أحكام جزئياتها. ما معنى تعرف منها أحكام جزئياتها؟ يعني إذا قلت كده قاعدة: كل نقص محال على الله. إذا فعرفنا من هذه القضية الكلية التي هي القاعدة أن ما يسمى نقص يعني الجزئيات، مثل إيه؟ الولد نقص، الزوجة نقص، الشريك نقص، العجز نقص. فكل أحكام هذه الجزئيات عرفت من القاعدة الكلية، وهو أنها محالة على الله تعالى. هل فهمتم؟ العقلية أي المنسوبة إلى العقل. يعني والسابع من أصول الكفر الجهل، والجهل هنا جهل بسيط، عدم العلم بالقواعد العقلية. خلاص. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة معناها ذكرناه. العقلية أي المنسوبة إلى العقل، سميت عقلية لأنها تؤخذ من العقل. نعم. التي هي العلم بوجود الواجبات. العلم يعني الإدراك. يعني والجهل بالقواعد العقلية التي هي العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. هذه تسمى إيه؟ قواعد عقلية. حيث قال الإمام الدردير رحمه الله تعالى: أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. إذن هذه قواعد عقلية، العلم به وجوب الواجبات، كالعلم بأن الواجب العقلي لا يتصور في العقل عدمه. قديما كان كواجب الوجود والقدم والبقاء، فهذه كلها تسمى واجبات. والواجب يعني إذا حكمنا بأن هذه الأشياء من الواجبات، إذن فما هو حكم الواجب؟ الواجب لا يتصور في العقل عدم. فإذا لو قلنا أن القدم واجب لله فلا يتصور عدم القدم، يعني الحدوث بالنسبة لله تعالى. وإذا قلنا إن البقاء واجب لله تعالى فلا يتصور عدمه، أي لا يتصور عدم البقاء، أي الفناء أو الهلاك. كالعلم بأن الواجب العقلي لا يتصور في العقل عدمه قديما. قديما يعني هذا الواجب العقلي إما أن يكون واجبا عقليا قديما، وإما أن يكون حادثا كالتحيز للجرم، مع أن التحيز واجب للجرم إلا أنه يحدث بحدوثه. يعني لو لم يحدث الجرم لا يكون هناك تحيز، مع أن التحيز واجب لكن بشرط وجود الجرم. واضح؟ أو كون الواحد نصف الاثنين. أو كون الواحد نصف الاثنين، فهذا واجب عقلي، لكن هذا مشروط بوجود الواحد، وكونه نصف الاثنين مشروط بوجود الاثنين. فإذا كان هناك واحد ولم يكن هناك اثنان، فكيف نقول الواحد نصف الاثنين؟ والعلم بجواز الجائزات، كالعلم بأن الجائزة العقلية ما يصح في العقل وجوده وعدم، كوجود العلم من العرش إلى الفرش. فهذا يسمى جواز الجائزات، يعني أن الجائزات العقلية التي حكم العقل بأنها من الجائز، مثل وجود العالم من العرش إلى الفرش. ف
فأي شيء في العالم من العرش والكرسي والملائكة والإنس والجن والجنة والنار والحور العين والأرض والسماوات والبحار والجبال والأغنام والإبل والحمير والناس والدواب إلى غير ذلك، فكل هذا إيه؟ جائز وجوده وجائز عدم وجوده. مفهوم؟ إذا كان هناك شيء ليس مفهوما فاسألوا عنه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. أما إذا كان عندكم علم فلا داعي للسؤال، لأن السؤال مشروط بعدم العلم. إن كنتم لا تعلمون، فالذي يسأل وهو يعلم فهذا عبث، يريد تضييع الوقت أو يريد اختبار الأستاذ أو يريد أن يظهر علمه على الطلبة. والعلم باستحالة المستحيلات كالعلم بأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده كالشريك والتركيب في ذات الإله. يعني كل هذا إيه؟ من الواجبات العقلية، ووجوب الواجب وجواز الجائز واستحالة ليه؟ المستحيل. والعلم باستحالة المستحيلات كالعلم بأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده كالشريك، يعني كالشريك لله تعالى، والتركيب يعني في ذات الإله، أن تكون ذات الإله مركبة. تعالى الله عما يعتقد الجاهلون علوا كبيرا، فإذا تركبت ذات الإله فمعنى هذا أن الإله جسم، وكاجتماع الضدين، فإن اجتماع الضدين من الإيه؟ من المحالات العقلية. واستحالة المستحيلات لها صور كثيرة، أوصلها الشيخ زكريا الأنصاري إلى أكثر من 40 صورة، صور المحالات العقلية. ولكن هذه المحالات العقلية التي تزيد أو تصل إلى 40 ترجع كلها إلى 4. يعني بدل ما نقعد نعد من 1 لـ40 كلها ترجع إلى 4 أشياء. المحالات العقلية: الدور، التسلسل، واجتماع الضدين، والترجيح بلا مرجح. اجتماع الضدين والدور، التسلسل، اجتماع الضدين او النقيضين، والترجيح بلا ايه. فكل الصور المحالات العقليه تعود الى هذه الاربعه، والاربعه تعود الى واحد وهو اجتماع النقيضين. اذا فاي حاجه فيها مستحيل يعني معناها ايه؟ ترجع الى اجتماع النقيضين او اجتماع الضدين. يعني لماذا مثلا، لماذا كان الدور مستحيلا؟ لأنه معناه اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين، بأن يكون الشيء مؤثرا وأثرا، أو أثرا ومؤثرا، أو يكون متقدما ومتأخرا. فإذا اجتمع أنه متقدم ومتأخر فهذا هو اجتماع النقيضين. يعني مثلا نقول كده: العالم وجد من غير خالق. بمعنى كده أن العالم سبق على نفسه لكي يوجد نفسه، وتأخر عنها لكي إيه؟ سبق لكي يكون موجدا، وتأخر لكي يكون موجودا. إذن فاجتمع له. إذن لماذا كان الدور مستحيلا؟ لأنه رجع إلى اجتماع له النقيضين. يقول يرجع إلى اجتماع الضدين أو النقيضين أو الترجيح بلا مرجح، هذا كله من المحالات العقلية. فلا شك أن الجهل بذلك قد يجوب إلى الكفر، كفهم بعضهم مذهب النصارى بتركيب الإله وكون سيدنا عيسى عليه السلام جزءا منه. ولماذا كان التسلسل مستحيلا؟ يعني الدور ظهرت أو بان أنه مستحيل بسبب أنه رجع إلى اجتماع الضدين أو النقيض. أو التسلسل أيضا هو مستحيل لهذا السبب نفسه. ليه؟ لأن التسلسل معناه إيه؟
معناه عدم الأولية ووجود الأولية، هذا اجتماع ضدين أو اجتماع نقيضين، شفت كده؟ والصورة واضحة عندما أقول لك سأعطيك أو سأعطيك هذا القلم فتقول هات، فأنا هخلي هخلي إعطاء القلم لك مستحيلا، هخليها تسلسل، فقول لا أعطيك القلم إلا إذا أعطيتك قبله قلم، وكل قلم أعطيه لك مشروط بقلم قبله، فهذا معناه يستحيل أن تأخذ القلم. أو أقول لك مثال الدرهم، لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك قبله درهما، فالذي قبله تقول هات الذي قبله، أقول لك أيضا هو مشروط بدرهم قبله، والذي قبله مشروط بدرهم قبله، إلى لا أول، هذا هو التسلسل إلى لا نهاية. يبقى إذن في أولية للإعطاء وفي عدم أولية، يبقى إذن ظهرت استحالة استحالة التسلسل. طب الترجيح بلا مرجح أيضا فيه اجتماع النقيضين، ترجيح بلا مرجح يعني مساواة وعدم مساواة، إذن فهما نقيضان. كيف يصح أن نرى كل موجود كما قلت مع أننا لم نرى الروح والعقل وغير ذلك؟ احنا لم نقل أن كل موجود يرى، وإنما قلنا يصح أن يرى. يعني مثلا رجل في داخل الحجرة وأغلق على نفسه الحجرة، هل يرى؟ لا. هل يصح أن يرى؟ نعم، إذا فتح الباب. يقول كل موجود يصح، انظروا إلى القيد، يصح أن يرى. هل يرى الجسم من تحت الثياب؟ لا، لكنه يصح أن يرى إذا خلع الثياب، إذا كان الإنسان عاريا، أو هناك أجهزة تصور الإنسان وتظهر الجسم وهو هذه أجهزة متطورة حديث. إذن فكل موجود حتى الروح وحتى العقل يصح أن يرى. طيب إذن لماذا لا يرى العقل؟ هو العقل موجود ولا عدم؟ جاوب. موجود. طيب العدم، الشيء العدم اللي هو غير موجود، هل يصح أن يرى العدم؟ جاوب لا. كيف يرى وهو عدم؟ إذن إذا كان العدم لا يرى والعلة هي أنه عدم، إذن فالموجود يرى. ولو كان الموجود لا يصح، لو كان هناك موجود لا يصح أن يرى لاستوى بالمعدوم، وما الفرق بينهما؟ طب إذن فلماذا لا يرى؟ لأنه لطيف جدا، العين أو الحدقة عندك زي بالضبط الميزان الذي أنت بتروح تزن اللحمة عند الجزار، كيلو 2 كيلو، لكن لما تجيب جرام ذهب يروح ينفع تروح عند الجزار تزن جرام، تقول هات جرام لحمة؟ الميزان لا يصلح، ميزان الذهب غير ميزان الحجارة، كل حاجة لها فالعين عندك ليس عندها القوة لرؤية هذه الأشياء الدقيقة أو اللطيفة. زي الميكروبات، مش بتجيب انت الميكروسكوب وتكبر فترى في الماء الذي تشربه ممكن ترى فيه ثعابين، لكن لو نظرت تراه ماء جميلا وماء معدني وماء صحي، ولكنه فيه مصائب، بس هات الميكروسكوب وكبر وسوف ترى الحشرات وسوف ترى الإنس والجن فيه وسوف تموت عطشا. ففي فرق، لم نقل إن الروح أي شيء موجود يصح أن يرى. إذن هناك أشياء لا ترى بسبب وجود الحجب أو بسبب أنها بعيدة جدا. يعني مثلا هل نرى الآن ونحن في هذا المكان، هل نرى أهل الإسكندرية؟
لا. هل هم عدم؟ لا. إن لهم وجود. إذن فلماذا لا نراهم؟ لبعد المسافة جدا. فهناك شروط للرؤية، أن ألا يكون الشيء بعيدا جدا وألا يكون قريبا جدا. فعندك عينان، تصور العينان دول لا ترى إحداهما الأخرى. يعني كيف أنا أريد أن أرى؟ ما ليه؟ لماذا لا ترى العين أختها؟ لأنها قريبة جدا. لا يمكن أن العين ترى بها كل شيء ولكن لا ترى أختها ولا ترى نفسها. ها؟ إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. فلما تسأل سؤال الأول فكر، قلنا يصح. إيه معنى يصح؟ يعني يمكن. الإمكان مش معناه الوقوع. أقول لك يمكن يعني ينفع يرى، لكن قد لا يرى. هناك فرق بين أنه لا يرى وبين أنه يصح أن يرى. فلا يوجد موجود إلا وهو يصح أن يرى، لأنه لو كان موجودا ولا يصح أن يرى، يعني لا يجوز أن يرى، يعني يستحيل، يبقى إذن هو والمعدوم سواء. لكن هناك شروط للرؤية. هو يصح أن يرى. طب يا أخي يصح، طب كيف لا أرى؟ هو بعيد جدا، عشان يرى لازم يكون. طب جبل أحد موجود، والله العظيم موجود ورأيناه بأعيننا، لكن أنا عاوز أشوف الآن من هنا جبل أحد. هل تحققت الشروط؟ عاوز تشوف جبل أحد روح المدينة، كيف تراه من مصر؟ عاوز تشوفه من مصر شوف المقطم جنب الجبل، مش لازم فهنا في شروط، في مسافة، في شعاع، في قوة. الشيء قد يكون دقيق جدا فلا يرى لأنه إيه؟ صغير، والشيء الكبير جدا برضو لا يرى، ما تقدرش تشوف إيه؟ أبعاده. فالرؤية لها قيود ولها ضوابط. إذن فهل هناك موجود تستحيل رؤيته؟ لا. حتى الروح، لو أن الله أعطانا أبصار قوية وكشف عنا الحجب لرأيناها. ده أنت الدرهم في جيبك والآن لا ترى، لكنه لا يرى إلا بشرط إخراجه من الجيب. الآن هو القلم، ترونه؟ ها؟ ترون القلم؟ هل ترونه؟ لا. هل ترونه؟ لا. لم يصح أن يرى؟ نعم. ولكنه لماذا لا يرى؟ لأنه مستور، محجوب. خلاص ما تجيبش أسئلة كده وخلاص. تفضل. والعلم باستحالة المستحيلات كالعلم بأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، كالشريك والتركيب بذات الإله وكاجتماع الضدين. فلا شك أن الجهل بذلك قد يدور إلى الكفر، كفهم بعضهم مذهب النصارى بتركيب الإله وكون سيدنا عيسى. فلا شك أن الجهل، يعني الجهل بإيه؟ ها؟ بماذا؟ الجهل بالقواعد العقلية يجر إلى الكفر، كفهم بعضهم مذهب النصارى بتركيب الإله. لأن الإله النصارى جهلوا أن الإله لا يتركب، لأنه لا يتركب إلا إذا كان جسما أو إذا كان حادثا. ولو عرفوا أن الإله لا يجوز عليه التركيب وأن تركبه مستحيل، إذن فالنصارى سبب كفرهم هو الجهل بإيه؟ وليس يوجد مذهب يجهل القواعد العقلية أو دين يجهل القواعد العقلية كدين النصارى. لو وزع الجهل أو الجهالات التي في عقولهم على أهل الأرض جميعا لوسعتهم، فهم يجهلون الواجب، يعني لا يعرفون الواجب، ما الفرق بين الواجب وبين المستحيل، فيعتقدون أن المستحيل واجبا وأن الواجب مستحيل. ولذلك
اعتقدوا المستحيل اللي هو أن الإله مركب وأن له ابن وأن عيسى عليه السلام جزء من الله تعالى. ما سبب جهلهم أو ما سبب كفرهم؟ اعتقادهم إيه؟ ليس استحالة المستحيلات، وإنما اعتقادهم جواز المستحيلات، لأنه كان فيه واحد طبيب نصراني يقال عند هارون الرشيد نصراني، وقرأ قوله تعالى أمام هارون الرشيد وراح قال إيه؟ كيف تنكرون أن المسيح عليه السلام جزء من الله مع أن قرآنكم صرح بذلك في قوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وهي تاني وروح منه فظن بجهله وغبائه وعدم معرفته بالعقل أو باللغة أن من هنا للتبعيض، منه يعني جزء منه وهذا صريح وروح منه، فيلزم من هذا أن المسيح عليه السلام جزء، لأن من للتبعيض. أقول لك مثلا أقطع كده قطعة من القماش من الثوب وأقول هذه القطعة من هذا الثوب، يعني معنى هذا أنها إيه؟ جزء منه. فاستغرب مين؟ الواقدي، الشيخ الإمام الواقدي اللي هو صاحب الطبقات ابن سعد اللي بيرويها عن تلميذ الواقدي. الشيخ الواقدي كان موجودا في عمله، فقال له يعني للنصراني يعني معنى هذا أن المسيح عليه السلام، لأن الله تعالى قال وروح منه، يعني معناها أن المسيح جزء من الله؟ قال نعم. فقرأ عليه قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فيلزم من هذا أن يكون كل ما في السماوات والأرض منه، يعني جزء من الله. من هنا ليست تبعيضية إنما ابتدائية، هذا سبب إيه؟ أنه لا يعرف أن الإله لا يتجزأ ولا يتركب، وأن هذا التجزؤ والتركب محال عليه، فجهل هذا فقال بإيه؟ بخلافه، أو قال بما هو كفر. نعم. فجعل من التبعيض، ولا شك أن معه جهلين، أحدهما بالقواعد، إذ لو عرف أن هذا المعنى، ولا شك أن معه جهلين، يعني الجهل بإيه؟ بالقواعد العقلية، معه إيه؟ الجهل باللغة العربية. يعني هذان وذاك لو حسبت تجدهم كام؟ 8 من 7. فجعل الأخير اللي هو الجهل بالقواعد العقلية يتركب من جهلين، بالقواعد وباللغة. لذلك كانت أصول الكفر 7 لا إيه؟ لا 8. يعني يلزم من الجهل بالعقل الجهل بالإيه؟ باللغة. يعني بيقول لك ولا شك أن معه جهلين، أحدهما بالقواعد، إذ لو عرف أن هذا المعنى يستلزم حدوث الإله. ما هو هذا المعنى؟ أن الإله يتركب أو أن له أجزاء. هذا المعنى أو هذا الفهم السيء يستلزم عدم قدم الإله، يعني يستلزم أن الإله حادث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واضح الكلام؟ ولذلك مثل جهل النصارى جهل المجسمة والمشبهة، يعني مثلا الوهابية أو السلفية المشبهة والمجسمة لا شأن لنا بالسلفية المعتدلة، ولا أرى أنه في حاجة اسمها سلفية معتدلة. السلفية المعتدلة اللي السلف الصالح رضي الله عنهم، وهؤلاء كانوا إيه؟ خير القرون. أما الآن
لا يوجد سلفي إلا هو مشبه وإيه ومجسم. فيعني قامت علينا الدنيا في مؤتمر الشيشان، ما الذي قلناه؟ لماذا نقموا منا أن نفينا التشبيه والتجسيم؟ يعني إذا قالوا إن الله تعالى لا بد أن يكون له مكان، فمعنى هذا أن الإله حادث أو المكان قديم. فالقول بأن الله له مكان يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما، إما قدم المكان وإما حدوث الإله، وكلا القولين كفر، ولم نكفرهم لغبائهم ولجهلهم ولعدم فهمهم. فيشترط في التكفير أن يكون القائل بهذا الكلام واعيا وعاقلا. يعني المجنون لا يحاسب، إنما هذا يعني غباء. لا لي يعني، يعني شوف هذه أمور نتكلمنا معك في اللازم والملزوم، فهذه أمور يلزم منها أمور ملزومة. ليه؟ لكذا. يعني هذه أمور تستلزم للتركيب والتجزؤ، يلزم أن يكون الإله حادثا لأنه لا يتركب القديم، يستلزم حدوث الإله للزوم مشابهته للحوادث في التغير والافتقار إلى المخصص. يعني مثلا لو قلنا إن الإله مركب، فمن الذي خصه بتركب دون تركب أو بمقدار دون مقدار من المقادير المركبة؟ لأن المقادير المركبة مختلفة ومتباينة ومتنوعة، فلا بد من مخصص أن يكون خصه بمقدار دون مقدار من طول أو عرض أو ضخامة أو نحافة أو كثرة أو قلة، فلا بد. إذن فينتفي عن الإله أن يكون مركبا لأن ذلك يلزم منه المشابهة للحوادث في تغيرها وافتقارها إلى المخصص من المقادير المركبة، ويستلزم اللي هو إيه؟ هذا المعنى، يستلزم هذا المعنى اللي هو إيه؟ افهم، هذا المعنى اللي هو التركب، يستلزم انعدام حقيقة الألوهية بالكلية. يعني ليس فقط يستلزم حدوث الإله، طب حدوث الإله على فرض أن الإله حادث، لكن في إله، في ما يسمى بإله حتى ولو كان حادثا، مع أن الحادث لا يكون إيه إله، بس هذا افتراض من الأمور الافتراضية. لو يقول لك ليس فقط يستلزم حدوثه، بل يستلزم انعدام حقيقة الألوهية بالكلية، يعني يستلزم أنه لا يوجد شيء اسمه إله، لأنه إذا كان عيسى عليه السلام حل فيه جزء من الإله وجزء الإله ليس بإله، فقد انعدم إذن بالكلية. كيف ذلك؟ أصل هم يقولون أن الذي الإله يتركب من ثلاثة، من ثلاثة أقانيم، ما هي؟ الابن والأب وروح القدس. من الذي حل في الابن؟ واحد، يعني جزء. طيب هل الجزء الإله ما هو؟ هو مجموع الأجزاء الثلاثة، إذن فالجزء الواحد لا يكون إلها. فالذي حل في عيسى واحد من الثلاثة وليس كل الإيه؟ الثلاثة. جزء الإله ليس بإله، فقد انعدم إذن بالكلية، أي إن الأجزاء أو كل جزء تركب منه الإله ليس إلها، ما دامت كل جزء تركب منه الإله ليس إلها، إذن فالمجموع هذا جزء ليس بإله، هذا جزء ثلاثة ليس بإله، هذا جزء ليس بإله، كم دولة؟ ثلاثة. كل جزء ليس بإله، لأن الإله هو إيه؟ مجموع الأجزاء، إذن فكل جزء وحده ليس إلها، فكيف يكون المجموع إلها؟ مع أنه لما يكون ده ليس إله
وده ليس إله وده ليس إله، يبقى المجموع ليس إله. هو الرياضة كده، جدول الضرب كده، يعني لا صفر ها زائد صفر زائد، ما هو ليس يعني صفر سالب. فكيف يكون مجموع الأصفار ولو كانت مئة، كيف يأتي بواحد؟ إذا ما فيش واحد، ما فيش إله. ليه؟ لأن جزء الإله ليس إله. طيب إذا كان الجزء ليس إله، فكيف تكون الأجزاء كلها إيه يتركب منها الإله؟ هذا هو العقل. فلذلك أبعد دين في الوجود عن العقل هو إيه؟ دين النصارى، ثم يليه مذهب الإيه؟ الوهابية أو السلفية. والثاني جهلهم باللغة العربية حيث حصروا معنى من في التبعيض. يعني عارف من دي اللي يقول لك من للتبعيض، شفت كده؟ قطعة من الرغيف. يعني معنى كده ايه هنا من يعني ايه التبعيض. طيب هل كل من تفيد التبعيض؟ لا، في من اسمها ايه لابتداء الغاية. من لها معاني كثيرة، يعني مثلا ايه شكرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من هنا للتبعيض؟ لا، وإنما ابتداء الايه الغاية، بدأت من هنا. ذلك يقولون من تفيد ابتداء الغاية، وإلى تفيد انتهاء الغاية، فالغاية لها ابتداء ولها انتهاء. ما الذي يفيد ابتداء الغاية؟ من. وما الذي يفيد انتهاء الغاية؟ إلى. هم لا يعرفون هذا، يكرهون ابن عقيل ويكرهون ابن مالك إمام النحو، ويكرهون متن السلم في المنطق، ويكرهون أصول الفقه، ولا يعرفون إلا فقط إيه علم الجرح والحديث الـ فقط الضعيف والمتروك وهكذا، هذا الذي يعرفون. وربما يحفظون شيئا من كتاب الله. طب إذا كانت من في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه تفيد التبعيض، فكيف لا تفيد التبعيض في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؟ يعني لماذا لم يفهموا ذلك من قوله تعالى جميعا منه كما فهموه من قوله تعالى وروحنا منه، هذه منه وهذه منه، فما الفرق؟ فيلزم على مذهبهم الفاسد وعلى اعتقادهم الكافر أن كل شيء في السماوات والأرض جزء من الله وليس عيسى فقط. الله سبحانه. ويلزمهم أن يفهموا أيضا التبعيض منها في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كما فهموه من قوله تعالى وروح منه. ولو كانوا عارفين باللغة العربية لفهموا أن من في قوله تعالى وروح منه ليست للتبعيض إنما هي لابتداء الغاية. يبقى من ليست للتبعيد وإنما هي لابتداء الغاية. وكذلك تجد الباء، الباء ممكن تكون لإيه؟ للإلصاق، والباء تكون للاستيعاب، والباء لها 15 معنى، ومن مش عارف لها 10 معاني، والواو لها يمكن 50 معنى، واللام لها معاني كده. في حاجة اسمها إيه؟ حروف المعاني، يعني الحروف اللي احنا بنكتب بها ونقرأها دي اسمها الحروف الإيه؟ الهجائية. هذه حروف المباني، كم حرف دي؟ 29. أما حروف المباني 71 حرف. كانوا زمان يحفظوها حرف حروف المبنى المباني 29، حروف المعاني 71. حروف الايه المعاني، يعني الحرف يعني مثلا الكاف في كتب،
هذا حرف ايه؟ مبنى مش حرف معنى. حرف هي كتاب، الكاف واحده ما لهاش معنى، فهذه تسمى حروف مباني، يعني تبنى منها الكلمه بخلاف حرف المعنى. حرف المعنى ان يعني يدل على معنى. فالكاف في كتب لا معنى لها، انما الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، او ك او كالذي استوقد، هنا لها معنى ولا ملهاش معنى؟ فهنا تسمى الكاف حرف معنى اللي هو التشبيه. والكاف مثلا اقسم بالله، الباء اقسم بالله، الباء هنا لها معنى، انما الباء في كتاب ملهاش معنى. فهنا الباء تسمى ايه؟ باء معنى اللي هو القسم، باء القسم. وكذلك لله لها معنى، اللام هنا له، له ما في السماوات. فحرف الهجاء ده يسمى حرف مبنى. اما حروف المباني، حروف الهجاء 29 مش 28، 29. وحروف المعاني 71 حرف، منها ما يكون على حرف واحد زي الواو. الواو 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 اسمه حرف معنى، الواو واو العطف مش كده، او واو القسم. ده الواو لها معاني كثيره. واو الاستئناف، شوف يقول لك الواو للقسم، الواو للعطف، الواو للاستئناف، الواو اللي هي الحاليه، شوف كده معاني كثيره للايه؟ لحرف واحد. فهذا يسمى حرف ايه؟ معنى. في حروف المعنى ما هو على حرف واحد زي الواو وزي الباء، في ما هو على حرفين زي من، من يقول لك من، وعن يقول لك من حرف جر، من حرف، طب ده من حرفين ميم ونون، لا هنا حرف معنى، وعن حرف ايه؟ جر. طب وممكن الى، ثلاث حروف يقول لك حرف جر، الى ده ثلاثه، كيف حرف؟ ما حرف معنى ده مش حرف ايه؟ مبنى. يبقى حرف المعنى يكون حرف واحد زي ايه؟ الواو، وحرفين زي عن وزي من، وثلاثه احرف زي الى، واربعه احرف وخمسة أحرف زي إيه الأربعة؟ زي إلا، اللي هو إيه؟ حرف استثناء. واحد يقول لي إلا ده ثلاث حروف، يقول لا، في اللام المشددة بحرفين إلا، يبقى إلا مش ثلاثة، إلا أربعة. ده فين الخمسة؟ لكن، لكن ده كم حرف؟ يقول لك لكن حرف استدراك، حرف مع إن هي كم؟ خمسة. يبقى إذن حروف المعاني لو جمعناها حتوصل كام؟ 71 حرف. وكان الناس قديما قبل ظهور السلفية والوهابية كانوا يحفظون كما يحفظون أبجد هوز. ولو كانوا عارفين باللغة العربية لفهموا أن من في قوله وروح في قوله تعالى وروح من ليست من تبعيد، وإنما هي لابتداء الغاية، أي روح جاء منه تعالى خوفا واختراعا. هي معنى وروح منه يعني ربنا خلق هذا الروح من خلقه، يعني من اختراعه، وليس منه يعني تركب منه أو جزء منه. يعني زي ما جاءك خير فتقول هذا من فضل الله، من فضل الله يعني أنشأه الله أو خلقه الله، يعني هذا بدء هذا الخير من عند الله، وليس معنى أن هذا الفضل وهذا الخير جزء من الله. فالذي يفهم كذلك يكون مجنونا، بل المجانين لا تفهم هذا. كما أن معناها ذلك في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وإلى هذا أشار بقوله والجهل باللسان العربي الذي هو علم اللغة وعلم البيان. يبقى إذن في حاجة مهمة جدا مطلوبة لطلبة العلم وطلبة الأزهر الشريف، أنك لا تدرس علم الكلام أو الأصول أو علم الخطابة أو علم الجدل أو علم الفقه، بل لابد من دراسة علوم اللغة العربية، علم اللغة، وخاصة علم البيان. يعني علم البيان ده مهم جدا جدا، اللي هو فيه المجاز، يعني في قسم في البلاغة المجاز، المجاز فيه هل هو في المعاني ولا في البديع ولا في البيان؟ علم البيان، فعلم البيان ده يبين ليك
استعمالات القرآن، هذا حقيقة ولا إيه ولا مجال. ومن الجهل بعلم البيان. الجهل بعلم البيان ده أهم حاجة في علم البلاغة، يعني البديع اللي هو الإيطاء والجناس والطباق، أهم حاجة في البلاغة إيه؟ والسجن علم البيان، لأنه ده ينبني على عدم معرفته التشبيه والتجسيم. شوف كده، ومن الجهل بعلم البيان اعتقاد صدور الحوادث من غير المولى تبارك وتعالى. كيف هذا؟ يعني مثلا شوف كده، الله الذي يرسل الرياح فتثير، يبقى يعتقد أن الرياح هي التي تحدث ذلك، ولم يفهم أن علم البيان اسمه إسناد هنا الشيء إلى السبب، إلى ما ليس له، فهذا من البيان. كما تقول كده أنبت الربيع البقل، أو تقول أمطرت السماء، وتعتقد أن الذي أحدث المطر هو السماء. لا، السماء من جهتها المطر، ولكن ليس هي الممطرة، والسحاب ليست هي المثيرة، وإنما هي إيه؟ يعني مثلا بيقول لك كاعتقاد زيادة الإيمان من سماع القرآن. واحد يعتقد سماع القرآن ده سبب في زيادة الإيمان، لكن زيادة الإيمان من مين؟ من الله تعالى. شوف كده، لما ربنا قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، أسند الزيادة إلى الآيات، هذا إسناد مجازي مش حقيقي، لأن الله تعالى عند سماع القرآن يخلق فيك الإيمان، وليست الآيات القرآنية هي التي تحدث هذه الزيادة، وإنما هي إيه؟ سبب. وستر العورة من اللباس، أخذا من قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فالذي يواري السوءة والله تعالى، ولباس هذه الثياب إنما هو سبب، ولو شاء الله تعالى لجعل هذه المواراة من غير لباس، أو جعل اللباس مع الهتك وليس مع الإيه؟ الستر. وكاعتقاد أن النار تحدث الإحراق، النار تحرق، ولكن إسناد الإحراق إلى النار مجاز، وهكذا. ولو تعلمنا من كتاب الله تعالى لرأينا أن إسناد الأفعال كلها في الحقيقة إلى مؤثر واحد ليس إلا الله تبارك وتعالى، وإسناد الأفعال إلى غيره إنما هو مجاز. والدليل على ذلك من قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، فأسند الوفاء إلى من؟ ملك الموت. وقال تعالى توفته رسلنا، هذا إسناد مجاز. أما الإسناد الحقيقي الله يتوفى الأنفس. يبقى إذا رأيت إسناد فعل، أي فعل من الأفعال إلى غير الله، فهذا إسناد ليس إيه؟ ليس حقيقيا، وإنما هو إسناد مجازي. وقد قال الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يعتقد أو من يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الإيمان. وذا كده تعالى في القرآن الكريم تجد وحدانية الأفعال ظاهرة جدا، لكن لمن إيه؟ لمن تأمل. انظر إلى قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، مش كده سيدنا نوح؟ شوف كده أسند الأفعال كلها، ففتحنا، ولم يقل إيه فتحت السماء، أو ولو قال لكان مجازا، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا، كل إسناد لمين؟ ولم يقل إيه الأرض تفجرت، إنما أسند إيه
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه، ولم يقل وحملته إيه السفينة، إنما قال وحملناه. وفي الآية الأخرى قال إنا لما طغى الماء لم يقل حملتكم، قال حملناكم. إذن فالجارية عن السفينة هي إيه؟ هي سبب، ولكن الحاملة حقيقة هو الله تعالى، والمؤثر هو الله، والمحيي هو الله، والمميت هو الله، والقادر هو الله، والموجد هو الله، والمعدم هو الله. وبعد ذلك يقولون دول مشركين، احنا ما اعتقدنا تأثيرا لغير الله. أين الشرك عندنا؟ لا تأثير لغير الله، وحدانية الأفعال، الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. أين الشرك؟ يقولون أنت مشرك لأنك تزور القبور. وهل زيارة القبور هل هي شرك؟ هل أعتقد أن الميت أو الحي له تأثير؟ ده إذا فرقنا وقلنا إن الميت ليس له تأثير والحي له تأثير فهذا هو الشرك. التوحيد هو نفي التأثير عن الحي وعن الميت. إن هذا لشيء عجيب. فأشد أو أكثر الناس معرفة بالتوحيد هم السادة الأشاعرة والماتردية وأهل التصوف وأهل السنة والجماعة. نعم. وإثارة الرياح بالسحاب ونشرها أخذا من قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. ومن خالط علم البيان عرف أن الإسناد افهم علم البيان، يا ريت تاخذوا درس أو دروس مكثفة في علم البيان. مش مهم، أنا عند البديع والمعاني مهمة، لكن أهم حاجة في البلاغة، والقرآن كله بلاغة، أفصح البيان وأبلغ وأحسن الكتب. من غير علم البيان لا تفهم آيات الصفات ولا تفهم آيات القرآن. ومن خالط علم البيان عرف أن الإسناد في جميع ذلك من باب الإسناد المجازي العقلي. هي معنى المجاز العقلي اللي هو إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الظاهر عند المتكلم، هذا يسمى إيه؟ مجاز عقلي. يعني مثلا شوف كده، عندما شوف ده في القرآن موجود، بس الحمد لله لم يكن في هذا الوقت هناك حد من السلفية أو من هؤلاء المشبهة. لما سيدنا جبريل قالت مريم عليه السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما. هل هو الذي يهب الغلام؟ أسند الهبة إليه مع أن الواهب هو الله. هذا اسمه إسناد الشيء إلى غير ما هو له، هذا مجاز عقلي، لأنه قال لأهب لك غلاما. وبنو إسرائيل كانوا رغم أنهم عبري، لغة عبرية مش عرب، ومع ذلك فهموا البيان. قالوا لسيدنا موسى ادعوا لنا ربك، المفروض يقول لئن كشف الله، لئن كشفت، فأسندوا الكشف إلى مين؟ لأنه في قرينة للدعاء، فيعلمون أن الكاشف للبلاء أو العذاب هو الله، ربنا اكشف عنا العذاب، ولكنهم أسندوه إلى موسى لأنه هو السبب. فإسناد الشيء إلى، يعني هم لم يعتقدوا أن موسى هو المؤثر أو أن موسى هو الذي بيده، وإلا لدعوه أو لعبدوه، لما قالوا ادعوا لنا ربك، فهذا دليل على أنهم لم يعبدوا موسى. إذن فعندما أقف عند القبر وأتوسل وأقول له يا سيدنا الحسين يا اكشف عنا أو مثلا كذا، معناه أنك تدعو الله بذلك، فأنت السبب، فيحقق الله الخير على يديك، ولكن لا أعتقد أنه هو الذي يفعل ذلك. يلا.
وإذا عرفت أن الجهل بهذه العلوم يوقع صاحبه في كفر أو بدعة. يبقى إذن الجهل بهذه العلوم زي علم البيان وزي علوم اللغة العربية يوقع صاحبه في كفر أو بدعة. يعني تجد كثير من المبتدعة أو من أهل الكفر أنه يجهل هذه العلوم ولا يعلم أن الإسناد هنا ليس حقيقيا وإنما هو مجازي. في كتاب الله تعالى: واسأل القرية. هل هذا يعقل أن نسأل الجدران؟ واسأل القرية هناك محذوف، اسأل أهل القرية. اسأل إيه؟ أهل القرية. إذا عرفت أن الجهل بهذه العلوم يوقع صاحبه في كفر أو بدعة، يعني إما كفر إما إيه؟ بدعة. تعين على من له قابلية لفهمها أن يجتهد في تحصيله. فأناشدكم الله تعالى والرحم، إذا كان هناك قابلية، ولا بد أن تكون، كيف ندرس العلوم الأزهرية من غير قابلية؟ لا بد من دراسة اللغة العربية وخاصة ما يتعلق بعلوم البلاغة، لأن لها اتصالا مباشرا بفهم كتاب الله. من غير هذا لا يمكن فهم القرآن فهما إيه؟ صحيحا. يعني مثلا لو أن واحدا لا يفهم البلاغة وسمع قول الله تعالى عن القرآن الكريم، قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعتقد أن القرآن له إيه؟ يدان وله خلف وله ظهر، يقول من بين يديه، ولا يعلم أن هذا إيه؟ استعماله مجازي في اللغة العربية. لا بد من الاهتمام، وأكرر كثيرا أن اللغة هي مفتاح الفهم. يبقى من كان له قابلية لفهمها أن يجتهد في تحصيلها. لا نتعلم العربية حبا في العرب، وإنما حبا في كتاب الله، لأن الله تعالى لو كان يعلم أن هناك لغة أفضل منها لأنزل بها كتابه العزيز. والغريب أن اللي خدموا اللغة العربية خدمة وتفانوا فيها لم يكونوا عربا. يعني تهي السيبوية ده مش من العرب، اللي هم فارسي، ومع ذلك يعني أصل العلوم العربية. فتفانى العجم الأعاجم تفانوا في خدمة كتاب الله، في خدمة اللغة العربية حبا في كتاب الله. شوف، خدموا اللغة العربية وعملوا فيها المنظومات والقواعد وكذا. أئمة اللغة معظمهم ليسوا إيه؟ ليسوا عربا. لماذا خدموا اللغة العربية حبا؟ لأنها لغة الإسلام، لغة القرآن. مهما كانت اللغات الأخرى، لو أنك صليت بها لكانت صلاتك باطلة، إلا عند الحنفية، عند من يعجز لو كان يعلم أو يستطيع قراءة الفاتحة باللغة العربية لا تجوز الصلاة بغيرها. أما إذا كان لا يستطيع أن يقرأ بالعربية، فهل نقول له لا تصلي حتى تتعلم؟ لا، يصلي بأي لغة. هذا إيه؟ اسمه ضرورة، من باب إيه؟ لأنه عاجز حتى إيه؟ يتعلم، لكن لا بد أن يتعلم. ومن ليس له قابلية لفهمها وجب عليه أن يتعلم ما هو فرض عيني. يعني اللي هو ما يستطيعش وما يعرفش يحصل، أو فات السن كبر، أو ضعيف الفهم، يبقى لازم يتعلم ما هو فرض عيني عليه من علم التوحيد، زي قراءة الفاتحة في الصلاة. يعني يتعلم الأشياء اللي التي لا بد منها. ومن سمع في الكتاب والسنة ما يقضي ظاهره بخلاف ما عرف في علم التوحيد قطع بأن ذلك الظاهر المستحيل غير مراد الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي حيفهم ذلك ثم يسمع في كتاب الله أو في سنة رسوله
ما يقتضي ظاهره خلاف ما عرف، يعني خلاف ما عرف من إيه؟ من الواجبات والمستحيلات والجائزات. فماذا يصنع؟ يعني يسمع في القرآن يد الله، ويعلم أن الجارحة وأن الجسمية عليه مستحيلة، أو يسمع مثلا ينزل في السنة النبوية ينزل ربنا، فماذا يصنع؟ يقطع عليه كده، أن يقطع بأن ذلك الظاهر المستحيل غير مراد الله ولا رسوله. يعني يؤمن إيمانا يقينيا أن هذا الظاهر الذي يستحيل ليس مرادا لله ولا الرسول. إذن فما هو مراد الله ورسوله؟ إما أن نفوض ذلك، وإما أن نؤول، كما قال الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزه. يبقى أعتقد أن الظاهر غير مراد، وأن لذلك الكلام معنى صحيحا وتأويلا ممكنا مليحا، ويؤمن على سبيل القطع بأن كلام الله تعالى وكلام رسوله حق لا تناقض فيه، ولا يحيد عن الصواب، ولا يغيره بعد ذلك الجهل بالمراد، لأن القلب محشو باعتقاد تنزيه. ممكن واحد يكون يجهل مراد الله، فهل هذا يحدث له تغيير؟ لا، لأن القلب فيه تعظيم الله وفيه التنزيه، فيه اعتقاد تنزيه المولى ورسله عليهم الصلاة والسلام عن كل نقص وفساد، وبالله التوفيق. إذن ليس للأمة كلها في مسألة الصفات إلا مذهبان لا ثالث لهما. المذهب الأول هو طريقة السلف، هو في الحقيقة مذهب واحد وليس مذهبين، ولكن نسميها كده من باب التجاوز، أن للأمة في باب الصفات مذهبين، لكن الأحسن أن نقول هو مذهب واحد ولكن له طريقتان. الأولى تسمى طريقة السلف، وهي أمروها كما جاءت دون أن نعتقد الظاهر، ونفوض علم المراد بما في النص إلى الله تعالى، وهذا ما يسمى بطريقة التفويض. يبقى المذهب واحد، هو اسمه التنزيه، لكن له التنزيه له طريقتان، طريقة تسمى بالتفويض، والأخرى للمتأخرين أو للخلف تسمى بالتأويل. وقال أهل العلم والمعرفة إن التجسيم أو التشبيه داء، مرض، سرطان خبيث يفتك بالعقول ويفتك بالعقائد. التجسيم والتشبيه مرض، داء، والتأويل دواء. ولكن ليس من الحكمة أن نستعمل الدواء عند عدم وجود المرض. فإذا كان القلب محشو بالتعظيم والتنزيه، وكنت تعتقد أن الظاهر غير مراد، وأن الله تعالى أراد معنى لا نعرفه، وهذا هو التفويض، إذن فلا داعي لأن تؤول. فالتفويض هو مذهب أو طريقة السلف وهو أسلم، والتأويل هو طريقة الخلف وهو أعلم وأحكم. لكن متى نذهب إلى التأويل؟ ها؟ عند شبهة أو قيام ما يدعو إلى ذلك من تجسيم أو تشبيه. فإذا خيرنا بين التأويل والتجسيم أو بين التأويل والتشبيه، فماذا نختار؟ نختار التأويل. يبقى إذن هذان مذهبان للأمة كلها منذ نزل القرآن والسنة، وكان الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم والأئمة إلى يومنا هذا: إما أن نفوض، وإما أن نؤول. ليس هناك مذهب ثالث، ومذهب ابن تيمية في باب الصفات ليس هو مذهب السلف ولا مذهب الخلف، بل هو أخذ بالظاهر.
خلاص كده. والسلف لا يعتقدون الظواهر بل يقطعون بأن الظاهر غير مراد، وإلا لو كان السلف يعتقدون أن الظاهر مراد لما قالوا إيه أمروها كما جاءت، أو قالوا تفسيرها تلاوتها. إذن فما معنى ما ورد عن السلف في ذلك؟ يبقى إذن ليس علينا إلا أن نتبع جمهور أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن نتمثل في ذلك قول العلامة اللقاني رحمه الله: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أسأل الله تعالى لي ولكم التنزيه التام ونفي اعتقاد الجسمية والمثلية عن الله تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما وإخلاصا وتقا ويقينا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. في شيء؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وإداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون رغفا سيدنا محمد.